يا اخوان بهذا الفيديو راح نجرب تشكيلات مورتن للبطل الجديد اللي هو مايتي ماينر، واعطيكم رايي هل هو كويس مش كويس زفت، مع انه رايي مش مهم بس راح نجرب. المهم يا اخوان لايكات كل الفيديو، اشتركوا بالقناه اذا كنتوا جدد، ويسعد دينكم على الدعم يا جماعه. الفيديوهات اللي قبل ايش في يا اخوان، والله انكم اساطير يا زلمه. اوكي طبعا مورتن اول تشكيل تجربها هي صورتها قدامكم، اللي هي الكيتر جينت بيبي دراجون تورنيد ولايتنينج والبطل الجديد والبومبر ودارك برنس والكسر كوليكتر. بس ملاحظة، هو جرب التشكيلات في النسخة المطورة عندهم، شركة عطت لليوتيوبرز النسخة المطورة اللي محدثة يعني مع التحديث جاهز، فيمكن تكون في شوية اختلافات، فأنا حطيت هيك وبلشت من الصفر بحساب الأساسي عشان خصوم تكون شوي ضعيفة أول شيء عشان نجرب، لسه منوب فيها ما عمري لعبت هيك تشكيلة، والبطل الجديد زفت الصراحة. وشوفوا يعني البطل الجديد لازم تشكيلة عن جد تحس انه اسطوري، يعني هو زفت لحاله بس بده تشكيلي صح عشان تحس انه قوي والله. فاوكي خلينا نجرب اول جيم، ليتس جو. اوكي هات خلينا نشوف اول فريسة بهاي التشكيلة معلم على السريع، يلا مستعجلين. طبعا يا اخوان اول تشكيلة يمكن نخسر يمكن ما اعرف العب، ولكن خلينا نشوف ان شاء الله تزبط. انا بس بدي نجرب البطل نشوف كيف وضعه في التشكيلة، وانتوا يا اخوان اذا جربتوا تشكيلات عن جد نايس ولعبتوا فيه يعني في تحديات وفزتوا اكتبونا في التعليقات نشوف تشكيلاتكم، بلكي جربناهم في البطل. اوكي تورنيدو على البرج لانه ما معي سايكل زفت، شوف وراح احط بومبر على اليمين يمكن لانه معلم بدي بسرعه اجيب المايتي ماينر، وان شاء الله يكون وراه الكترو. حلو شوفوا ايش راح نعمل، راح احط المايتي ماينر على اليسار. حلو نايس هون. اوكي بدي افعل برج الملك في الفاير كراكر، ما راح يقتلها البومبر بس راح افعل فيها برج الملك نستفيد عشان ندافع ندافع على راحتنا. هنا بيبي دراجون بسرعه اضربي. حلو نايس، ما راح اعمل خاصيه هسه لا، خلينا نهدي لايتنينج جون. حلو رملوكو، ركزوا ركزوا على البطل يا اخوان، شوفوا الدمج اللي راح ياخذه بثواني، شوف 600 دمج اخذوا دمه شحطه والله يا زلمه، والله انه اسطوري. بتحسوا انفيرنو دراجون ودريل وماينر خليط من بين ثلاث كروت. بس بده تشكيلي صح والله، يعني هو قوي بس هاي المشكله معلم، بده تشكيلي صح. اوكي رمى فاير بول هذا المحترم، راح احط دارك برنس على اليمين عشان الفاير سبيريت مقرفات يا زلمه، بتتركن على البرج بتلد عليه بتلاقيه 1000 وين طار. اه صح نزل لي فرن، فلا معلم بدك تكون صاحي. اوكي هون راح احط بومبر عشان الزفت اللمبر والفاير سبيريت. حلو نايس، بما انه هسه راح يجينا الدبل. اوكي خلينا نشوف، اوف بسرعه حط الكتر جاينت بوجهه هيك عشان ناخذ البرج. هسه بدنا نشوف قوته في الدفاع، طبعا شفنا بالهجوم يعني كويس انه اخذ له شويه دامج. هون تورنيدو ما راح تزبط صح والله عارف، بس خلص يلا مش مشكله عادي لسه اول جيم. صراحة هنا بنحط عليه المايتي ماينر، شوفوا يا اخوان شوفوا الدمج، راح اقرب لكم والله شوفوا الدمج اللي راح يحمله عليه. انفيرنو ارض يا زلمه، شوف 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 مسحوا عن الوجود. والله انه اسطوري يا اخوان، يعني الدفاع هجوم مش طبيعي. بالهجوم خس نص اذا انترك على برج ثواني، لو حتى كان دمه زفت بيعمل دمج خرافي والله. اوكي هنا كمان مره غلط في الهاب، لو كنت بدي بسحبه في التورنيدو بخلي الدمج يكون صح زي الانفيرنو، بس لا مش فارقه. اوكي هنا جي جي، هيك جربناه في الدفاع والهجوم والله نايس، بس التشكيله حاسه ثقيله يا زلمه. هي مورتن جربها في الالكسر كوليكتر صح، ليش؟ انه في التحديث الجديد الالكسر كوليكتر كانت اسطوريه، تعطيك واحد بس تنفجر فبتكون احسن من هيك. بس نايس يعني كاول تجربه لنا في البطل في التشكيله هاي والله حلو، هجمنا فيه شوي مع انه ما مش هالكثير بين في الجيم، بس دمجنا 700 دمه كان شحطه فنايس. تقييم لهي التشكيله 0 من 10، لا بمزح 7. اوكي خلينا نفوت على التشكيله الثانيه يا اخوان، ليتس جو. اوكي يا اخوان ثاني تشكيله جربها مورتن اللي هي جريف يارد سايكل تقريبا مع البطل الجديد، يعني شوف كل شيء 3 اكسير ما عدا هو والبويزن 4، فكثير نايس سايكل معه فيمكن تزبط شوي. وانا الصراحه بقول انه لازم هذا الكارت يكون مع تشكيله سايكل والله، بحس التشكيلات الثقيله ما بتزبط. اوكي خلينا نجرب ليتس جو. اوكي هات خلينا نشوف الجيم الثاني على التوالي يا اخوان، نشوف كيف راح نفوز، ان شاء الله نفوز يعني. يا رب هالمره يبين في الجيم البطل. لا بس لازم يبين لانه هو الكارت الوحيد اللي فيه دي بي اس قوي الصراحه في التشكيله غير الميجا. اوكي بقول ليش بيكا برج سبام بالله عليك، لانه مش ناقصنا قرف هسه. بيكا برج زفتي زلمه الله يقرفكم.
زاب ما والله عارف حافظ التشكيل يحفظ قبل ما تطلع لي في اللادر بحسابي. اوكي شوف هاي الحركة يا اخواني بسرعة جريف يارد حلو شوف ايش راح نعمل بطل تعملها والله ناس انه في الكتر ويزرد الزلمة يعني اذا عملت الخاصية بروح على اليمين بس برجع الكتر ويزرد نفس الوقت برجع بعطيه زاب على الفاضي فهون معلم لازم اعمل هالحركة اذا زبطت اللي في بالي بزبط الفيديو معلم انه نجرب البطل الجديد على البورت ايش راح نعمل شوفوا بهجم هجمة جريف يارد حلو بس تنا يحط الالكتر ويزرد بس يحطه بسرعة بعمل خاصية بس ما بده يكون الالكتر ويزرد في النص لانه بس تعمله في النص برجع عليه فحرام وهون نفس الاشي اذا عملت الخاصية برجع يمسك يعني حرام منين طلع لي هذا الزفت الزلمة بس ان شاء الله عدبلك سير خير يعني ان شاء الله تزبط معنا اوكي هذا راح يموت هو معبة الرام بيكا ولايتنينج يمكن صح مش يمكن اكيد لا في مرات والله بحط فاير بول بس لايتنينج احسن اوكي ماجيك زفت راح ارمي بويزن عليه اخلص من قرهو لانه معيش الا ارشر صراحة بيمسكوه صح ان شاء الله تزبط اللي في بالي يا اخوان والله اذا زبطت الفيديو بصير اسطوري لانه اول جيم الصراحة ما بين كثير البطل بس دمجنا فيه شوي و كتنا القلم فنايس اوكي نايس هون مع انه ما كنت بدي احطه عشان يقتل الرويال جوست بس لم تزبطه معنا شوف الوسخ وين بحط الالكترو اذا والله انه وسخ يعني ما بتزبط لما اعمل الخاصية ما بتزبط حرام اصرف اثنين اكسير على الفاضي فبدي يرمي عجيها عجية يمين او يسار نص ما تزبط اوكي ميجا منين هون اذا رمى الماجيك ارشر راح ارمي بويزن اذا رمى اوكي بويزن بس سريع راح يدمج لا والله ما مش ماسك على البرج حلو سكيلتونات هون نايس ارشر عليها راح تعمل داش على البرج بس عادي لانه رمى زاب اوكي نايس نايس حلو اللعب اللعب حلو يا اخوان بدنا نهدي هسه عشان تزبط اللي في بالي بس هو مش مهدي الوسخ اوكي هون المايتي ماينر والسكيلتونز كمان اوكي لايتنينج شل ام الهجمه كامله اوكي ارشر جريف يارد ان شاء الله يدافع عنها لانه بديش اخذ البرج هسه اصلا مش حاب اهجم انا بدي اهجم في البطل والله قاعد باخر بالهجمه عشان بدي الفيديو يزبط ونجرب البطل بس نايس نقصنا البرج كثير دم وهسه بصير هو كل يعني كل دفاعه بخليه على البرج هذا فهيك راح تزبط اللي ببالي يا رب مايتي ماينر هون لانه معه زاب فكويس انه حطيناه اوكي شوف يا اخواني جريف يارد هون حلو 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 ارمي الكتر ويزرد لا ما رمى اوه والله كفو شوف 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 والله وصل كفو 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 ولا طار البرج والله زبطت يا اخوان جي جي والله والله يعني فكرت بدي احط الكتر ويزرد عليه انا عشان هيك عملت الخاصيه والله انه حاطه على المقبره والله نايس معلم هاي التشكيلة 9/10 معلم اوكي يا اخوان زي ما شفتوا والله هاي التشكيلة حسيت احسن اللعب في البطل ضحكنا عليه شوي فيها حط الالكترو ويزرد استنيت شوي انا فكرت يحط الالكترو عليه بس حطه على الجريف يارد فبنفس الوقت جردناه فيها الحركة بس والله نايس معلم هاي التشكيلة خلينا نشوف التشكيلة الثالثة افصل التصوير اشوف ايش هو لعب وارجع لكم اوكي اوكي يا اخوان مورتن التشكيله الاخيره عملها برضو اليكسر كوليكتر وثري ماسكي بس هو بيلعب فيها يعني بيلعب فيهن مع اليكسر كوليكتر ليش لانه في التحديث الجاي اليكسر كوليكتر راح تصير اسطوريه لانه بس تنفجر بتعطيك واحد وصارت اسرع فالتشكيلات الغاليه مش راح نلعب فيها فعملت هاي التشكيله اللي هي معلم نفس التشكيله بس بدل سكيلتون كينج حطيت البطل هذا راح تقولي ليش يا اخوان والله البطل هذا مع المقبره هو الحل راح تقولي ليش المقبره الخصم غصبت عن راسه بده يدافع يعني زي قبل شوي وانا اصلا بحساباتي الثانيه لعبت التحدي تبع الايموجي وختمته في المقبره بس انا ما حبيت انزل على قناتي مقبره لانه كل فيديوهاتي مقبره ومقبره فعملت لكم سايكل سريع على البيت فهاي اظن عن جد راح تكون حلوه او التشكيله الثانيه عن جد كانت رهيبه تبعت السايكل السريعه وخلينا نشوفها يمكن اخسر يمكن افوز يعني بنشوف مع بعض ان شاء الله ليتس جو اوكي اخر جيم جربنا ثلاث تشكيلات واخر جيم او هات هذا الفريس معلم الضحية الثالثة يا معلم هات خلينا نشوف اوكي بسرعة حركة التومبستون المعتمد معلم او لا خلينا هدي بمزح اوكي والله نايس نايس حلو حلو كويس انه حط الماينر هول لو حطه ورا كان صرفني اربع كسير زابيز بس يلا نايس اوكي هنا فاير بول
خلينا نخلص من القرفة هاي. بس فعل الخاصية أو يحط كرت أكيد راح يدافع عنها يعني، أو إذا ما حط إشي واستنى الخاصية برمي أسهم. أوكي برمي أسهم من هسه، بديش أقعد استنى لا يعمل خاصية، لا مستعجل معلم مراي شركات. مع أنه غلط، لا استنوا يا إخوان، بس الخصم يفعل الخاصية نعمل ارمي الأسهم عشان هو يكون خسران كثير. بس أنا على السريع بلعب قاعد. أوكي جارد بلعنا مع جرافيارد وزاب وبات، يخرب بيتك إذا بلعب جرافيارد ارحمني. اوكي هون الزابيز راح تشتغل. مايتي ماينر هون، الله يخرب بيتك. اوكي راح ابعد الارشر كوين، اخليها تروح على اليمين، نخلص منها. كفو 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 المايتي ماينر، ان شاء الله يوصل على برج. اذا ترك والله بيوصل، بوغ 600 دمج. كفو كفو والله كفو، اخذ 320 يمكن. يا اخوان والله انه قوي اسم، والله قوي. بس مليون مره قلنا بده تشكيله حلو. اوكي هون انفيرنو، اوف غلطان في المورتر وانا دفعت عنها قال. بس يلا نايس نايس. طلع غلطان فيها، بس انت والله الواحد بحس انه ظابطه يعني. اوكي بدها واحد حافظ الدرجات تبعت اللعب عشان يميز اذا ظابطه او لا. اوكي شوف هذا الجيم صعب بس بنفوزه يعني، اذا لعبنا صح بنفوز لانه معي اسهم، فلازم نعمل بريدكشنات للجاردز او الباتس عشان نقدر نفوز. خلينا نشوف. اوكي توم بستون في النص راح يرمي ماينر، طبعا تشكيلته والله زفت اذا ملاحظين، نايت ومورتر واشر كوين وجاردز وباتس، مقرفه. كاونتري والله كاونتري ترى. اوكي شوف فاير بول كمان، يخرب بيتك كمان هون فاير. لعن ام الغباء تبعي، ليش كرمت الفاير؟ كنت بدي اقربها كويس. ايوس عمل الخاصيه بس كويس، خلينا يصرف كثير، انقله هناك على الجهه الثانيه، ما لها فائده صراحه، بس خلينا يخسر لوك. شفتوا رمى اللوك عليه، نقلته على الجهه الثانيه، بس ما لها داعي كانت الحركة. اوكي فالكري هون راح تمسك الجارد. اوكي شوفوا يا اخوان هسه راح نبلش الهجومات بعد ما هجمت عليه انا. اوكي بسرعة راح نرمي مايتي ماينر جريفيارد، بس وصل على البرج بنقله على اليسار مع الفالكري. اوكي اسهم بسرعة هون. اوكي تفعيل خاصية البطل، ليتس جو روح نايت معه جارد صح؟ هسه راحتهم حرام. اوكي شوف الانفيرنو دراجون حلو حلو، طار البرج طار وراح راح نايس 1300. والله ضغطناه ضغطه بنت كلب ترى. نايس هون الجاردز اخذ دم البرج كامل، هسه لازم ندافع صح، لانه اذا ما دفعنا صح راح نبلع، لانه قاعد بيصيد فيه اذا ملاحظين، فاير بولات نازل. هاي دوري اصيد فيك نايس، نفس الحركه راح ارجع معه بسرعه. مايتي ماينر جريف يارد وجهز الاسهم، اذا رمى باتس او يا عمر على الاسهم، يا عمر على الاسهم، ما معه شيء يدافع عن المايتي ماينر. بسرعه تفعيل خاصيه. اوكي روح حلو حلو، مسك البرج كفو، لا ماسك النايت يا حرام، والله لو كان ماسك البرج طار يا حرام. يلا ماشي زابيز هون، والله شكلي خسران هذا الجيم. اوكي فالكر جريفي هذا بسرعه اسهم، بريدكشن بريدكشن، 1 2 3 حط جاردز حط جاردز بلعنا. يلا والله هذيك الهجمه كانت ظابطه يا اخوان، لو اني ما نقلته على الجهه الثانيه لانه كان صار في الجاردز، كان معه نايت بس ما بلحق احطه صراحه. بس اوكي بلعنا هون لوك. جي يلا جود جيم، الغباء مني صراحه صراحه، مش عارف ايش صار اقولها كثير. يلا جي، لو اني خليت البطل على البرج نفسه كان اخذناه، بس كنت بدي اضبط ام الفيديو. يلا نايس جيم يا معلم، ما قصرت، واحنا جربنا كمان تشكيلات، هاي 0/10 بعطيها، لا بمزح. اوكي زي ما شفتوا يا اخوان والله كنت بقدر افوز، بس انا كنت حاب اضبط الفيديو انه نعمل الخاصيه وناخذ البرج الثاني، فهمت؟ والله في هجمه كانت ظابطه معي حتى مسك البرج، بس انا كنت بدي انه نخليه يروح على البرج الثاني عشان نشوف قوه هذا البطل. بس والله نايس يا اخوان، في تشكيلات والله كويسه يعني له، يعني هاي ممتازه، مش انه مش كويسه، والله اسطوريه ترى، تقدر تلعب فيها صح، بس انه بدك تتدرب عليها. انا اول مره بلعب فيها، انا دائما بلعبها هيك، بس المره حبيت اغير. والتشكيل الثاني عن جد احسن تشكيل من البنت جربناهن، لانها سريعه بدافع تهجم وخصص فيه، يعني عن جد كانت رهيبه التشكيله. وبس والله يا اخوان انتم كمان اعطونا رايكم تحت، شو التشكيلات اللي جربتها وعجبتك فيه، اكتبوا لنا تحت، يمكن نعمل فيديو مثلا جرب تشكيلات في البطل الجديد او او او, أو. الى اخره. اوكي يا اخوان بشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي.
سلام.